دكتوره هاله معلش انا اسف اني هعطيك يعني فضل. بس هات اللوحه اللي فاتت من فضلك افندم. اللوحه اللي فاتت. حاضر. انا بس عايز اقول والدكتوره هاله بتتكلم دلوقتي، ارجو ان احنا نبص على الخمس عناصر اللي هي اتكلمت فيهم دول، وحاجه بس على بند واحد. البنود التانية ممكن تكون كل الناس واخده بالها منها مش كده، لكن انا حاجه على البند رقم 4، ان احنا كدوله حرصنا على ان احنا ما نزودش ونعكس التكلفه الكبيره اللي احنا يعني احنا لما الدكتوره هاله اتكلمت على ان الاسعار زادت ل 60 ل 70% بين الذره والقمح، طب ما احنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكميه بنجيبها تقريبا، لكن احنا لم نعكس الزياده اللي حصلت فيها الاسعار خالص طبعا. انا بس عايز اقول ده ليه، عشان يمكن الناس تقول احنا الاسعار غاليه بره، مفيش كلام عندنا، انا بتكلم على مصر، بس انا عايز اقول ان الدوله حاولت، والهدف من التقديم او من العرض اللي الدكتور هاله بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدوله عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكايه ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدوله عملنا فيها ايه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. طيب انا بس جيت على البند رقم يعني بغض النظر عن الاجراءات اللي احنا عملناها ديت، ممكن حد يقول لي مش كفايه زودته شويه ولا ده مش كفايه، انا موافق انها مش كفايه، بس انا عايز اقول ان انا كان ممكن قوي الرقم ده الحد الادنى يزيد عن كده، بس اجي على بند 4 ده ما قربش منه كتير، واخد بالك يا دكتور مصطفى؟ بس انا كده انا زودت الحد الادنى للقطاع الحكومي يا دكتور. مظبوط. لكن بقيه الدوله مش كلها حكومه، في قطاع خاص، الاغلبيه قطاع خاص، وما اقدرش افرض عليه في ظل الظروف اللي بتحصل واضطراب سلاسل التوريد والمشكله اللي موجوده في الاسعار بتاعه مستلزمات الانتاج اللي بتيجي من بره، لان لما برضه الدكتور هاله ذكرت لنا وقالت لنا ان في مشكله طاقه موجوده في اوروبا بشكل او باخر، لازم تعرفوا ان ده هينتج عنه ان اسعار المنتجات الاوروبيه اكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفه، يعني هو مش هيدفع في الطاقة سعر أكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكسش على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. أنا بس حاجة برضو تاني عند بند 4 وأقول إيه هنا، وأنا يمكن قلت دي بشكل أو بآخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقول لك رغم إن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط يا دكتورة هالة، وبقول للمصريين كل المصريين لو أنا جيت ما جاتش على بند 4 ده فقط وما تعاملتش معاه والدولة حطت أرقام أو هتتحمل أرقام ضخمة جدا جدا في قطاع الطاقة كهرباء أنا بتكلم والغاز، يمكن لزودنا بنسبة كبيرة الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد اكتر من 170% ثمنه. مزبوط. عن الاسعار السابقه يا دكتوره. مظبوط. يعني النهارده لو وزاره الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الاسمده في مصر بتاخد الغاز بالسعر ده. ده واحد. نمره 2 برضو الكهرباء لو احنا بنتكلم على سعر حقيقي بعد زياده تكلفه انتاجها هيبقى غاليه قوي. صحيح. سواء على المصانع او على المواطنين، وده ما حصلش. انا بس حبيت النقطه دي يعني بعد اذن حضرتك. لا يا فندم. اتفضل.